This is Mr. Harry, the manager of this company. Well, this is Mr. Lulu. Yes. And this is Moni. Hi. السلام عليكم. احنا الان في احد مصانع السيف جاليري في الصين. المنتج راح نسوي له تغطية من بداية تصنيعه الى نهايته. المنتج هذا من المنتجات المهمة جدا في السيف جاليري اللي كل الناس تطلبها. ايش المنتج؟ لازم تتابعون سنابه لاننا راح نبدأ من صفر الى 100. اكتشفوا المنتج بنفسه. هذه قوالب التصنيع. قوالب التصنيع لازم تكتشفون ايش المنتج قبل ما اتكلم عنه. هذه المواد الخام الرو ماتيريال للوعاء حق المنتج المصنوع من المادة ستانلس ستيل 304. المادة هذه غير قابلة للصدى. هي نفسها هذه وهي اللي تصنع هذه الأشياء الوعاء. المرحلة هذه هذا قطعة وهذه قطعة ثانية، كيف يلحمونها ببعض هنا؟ هذا اللون الأول اللي جاينا بالطريق، اللون الثاني، الثالث، الرابع. عرفت المنتج ولا لسه؟ هذا أحد الألوان، اللون السماوي. طبعا الإديسون واضحة. إيش المنتج؟ هذا الفرن الضخم هو لتثبيت اللون بعد وضعه على القطعة البلاستيكية. مرحلة تثبيت اللون تحت درجة 60 درجة مئوية. هذه المرحلة الأولى لتثبيت اللون. يدخل المرحلة الثانية بنشوفها بعد شوي. هذه ألوان. مرحلة الجودة مطابقة اللون مع الكمبيوتر. تشيك الحبة حبة كل منتج، وأي منتج ما يضبط يرمونه على طول. اوكي، المرحلة الأخرى من تثبيت اللون داخل الفرن، هذه مرحلة ثانية تحت درجة حرارة 65 درجة مئوية. موجودة 67 دقيقة والفرن تجلس هذه القطع. يس، 67 دقيقة تقعد. هذه مرحلة طباعة الكتابة على القطعة البلاستيكية، يعني open close واللوجو حقنا يكون موجود هنا. هذه المرحلة حقنا. بعدها تخش القطع في الفرن، لو تلاحظون بالسير هذا، لمين يثبت اللون عشان ما يصير قابل للإزالة أبدا. الحين راح نطبع لوجو إديسون على القطعة هذه. الآن ما في لوجو، راح تلاحظون الخطوة. هذه القطعة عليها اللوجو حقنا، يلصقونها في القطعة اللي تحت، بعدين يبدأ الطباعة. تمت الطباعة بنجاح على اللون اللؤلؤي. الآن بنوريكم الألوان اللي راح توصلنا إن شاء الله في أقرب وقت.
متابعة الجودة، متابعة الجودة. عرفتوا هذا ايش؟ ناخذ بريك. شاهي اخضر، هذه طاولة تقديم الشاهي الاخضر اللي صنعها هو نفسه راعي المصنع. المصنع يعطيهم العافية مسوي لي مفاجأة رائعة. Warmly welcome Mr. Muhammad Al-Sayf from Teflon now. Teflon. هنا مرحلة تصنيع الهوك الخلاط حق العجانة. إذا كل شيء مزبوط يودونا للمرحلة اللي بعدها. So here بعد ما خلص الوعاء تماما وبعد الطلاء وشوفوا كيف يلمع ما شاء الله، الآن هنا مرحلة تجميعه قبل ما يحطونه في الكرتون. الدفعة القادمة إن شاء الله العجانة الخلاطات اللي فيها تم طلاءها بمادة التيفال الغير قابلة للصدى. الآن بوريك الخلاط هذا كان سابقا في عجانة إديسون وحنا حبينا نطوره حبتين شوي. شو سوينا؟ تم طلاءها بمادة التيفال غير قابلة للصدى وتستخدم بالديش ووشر. وهذا الخلاط الثاني حق العجين تم طلاءه كذلك بمادة التيفال أقوى وغير قابل للصدى. إذن سابقا كانت هذه مادة مستخدمة، الآن كل عجانات إديسون هي من مادة التيفال وهذا أبرز تطور في المنتج. تتوقعون هذه الكراتين حقت إيش؟ وهذه وهذيك، هذا حق العجانة إديسون. هنا مرحلة تشيك الجودة للقطع. إذا أي شيء غير مطابق للمواصفات مباشرة يتم استبعاده. على سبيل المثال هنا يتأكدون من الحجم، مطابق للمواصفات ممتاز، مو مطابق على طول استبعاد. الآن راح نشوف تجربة فعلية لجودة المنتج، تجربة مباشرة على أرض الواقع. والتجربة هنا هي للوعاء الستيل إنه ما يصدي، يضعونه في مكان حار ورطب على أساس ينظرون هو ما يصدي. هذه ديش واشر يستخدمونها على أساس يتأكدون إنها ديش واشر سيف. لو تلاحظون اختبار جودة العمود اللي يحرك العجانة داخل. الستاندر العالمي للضغط هو 24 ومثل ما تلاحظون هنا 24 فاجتاز الاختبار. هنا مرحلة اختبار الماتور، تشغيله بأقصى سرعة ووضعه على الجهاز هذا، هذا مقدار الطاقة اللي موجودة فيه. يتم تغليف الوعاء الستيل بالأوراق على أساس الحماية. ما شاء الله. بعد المرحلة هذه تجي عند الطاولة هذه، القطعة ممتازة تتناسب مع اللون والجودة، تكمل اللاين هنا.
تشيك ضغط الكهرباء. هنا تركيب الوعاء. من كل 40 قطعة في خط الإنتاج هذا يأخذون 8 قطع للتجربة النهائية. هنا تحميل البضاعة على طول على الكونتينر من هنا وزحليقة زي الفل وعلى السعودية. طبعا المنتج هو عجانة إديسون من السيف جاليري. حبيت أوضح لكم الجهد والعمل الجبار المبذول في تصنيع المنتج. كل التوفيق، يعطيكم العافية.